السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ناديه كامل، والنهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض فراخ مشويه في الفرن وبطعم وريحه الشوي، من غير بقى ما نولع فحم ونعبق الدنيا بريحه الدخان. والتتبيله سهله جدا، وهنعملها في الخلاط وان شاء الله طعمها هيعجبكم. فيلا بقى ايه، نسمي وندخل نشوف الفيديو عملنا الاكله الحلوه بتاعتنا دي ازاي. عندي دي الفراخ بتاعتي، انا هعمل وراك. انت عايزه تعملي الفرخه كامله براحتك، عايزه تعملي وراك زي ما انت عايزه. بجيب الفراخ طبعا بغسلها كويس قوي تحت الحنفيه، وبدعكها بملح، وبنقع بقى في شويه ملح وخل وميه ربع ساعه، وبعد كده بشطفها تحت الحنفيه كده ما يبقاش فيها اي زفاره. هعمل طبعا فيها شقوق كده علشان التتبيله تدخل في كل حته في لحم الفراخ. وطبعا يعني انت لو عايزه تقسمي الورك اتنين زي ما انت عايزه، يعني اما اقسمه اتنين يا اما ايه كل ورك اديله كده تلات فتحات، عشان الورك ده ما شاء الله كبير عليه. دول خمسه، انا ايه هعملهم بقى ايه كلهم مع نفسي. الخلطه بتاعتنا دول بقى بصلتين كبار، دول برضو طماطمتين، وهنا معلقه ثوم مفروم او اربع فصوص ثوم كبار، وده قرن فلفل حامي، لو مش عايزه حامي ممكن تحطي قرن رومي، وربع كوبايه زيت. هنا دولت ليمونيه كبيره عليها ثلاث معالق كبار خل، الخل والزبادي بيخلوا اللحمه تبقى طريه وما تغيبش معانا في السوا. دي معلقه كوبايه ميه، ودي علبه زبادي. والبهارات بقى بتاعتنا نص معلقه صغيره فلفل اسمر عشان ما يخليش الخلطه ايه تبقى يبقى لونها غامق، نص معلقه صغيره، معلقه بقى صغيره مليانه كزبره وجنزبيل، ودي بهارات فراخ، وده زعتر، ودي بابريكا، وده ملح معلقه صغيره مليانه. الزعتر خلوا بالكم بيبقى فيه زلط، بيقرقش كده، بيبقى فيه حتت بني وفيه زلط. فانا بجيبه بقى، انا بجيب ايه تمن على بعض وبمسكه بحطه في اي طبق غويط فيه ميه، اسيبه كده دقيقتين، فلو فيه زلط او اي حاجه بتنزل تحت بترقط في قعر الطبق. وبعد كده بمصفه الشاي الصغيره بروح شايله بقى اللي بيطلع على الوش ده كله، بشيله بالمصفه واصفيه واروح حاطاه في صينيه شاي اللي هي مش عاليه دي، واروح حاطه في الفرن على الرف الوسطاني واوطش العين جامد قوي، يعني خليها شمع عشان ما يتحرقش مني. اول ما يتحمص معايا واقلبه، طبعا كل شويه بقلبه، اول ما يتحمص معايا بسيبه يهدى شويه يا دوبك يبقى دافي، يا اما بفركه بايدي بقى، افركه كده ما بين صوابع ايدي، يا اما بحطه في الكبه وافرمه يعني اطحنه، هيبقى ناعم شبه البهارات دي. ده كده بصوا تحسوا ان هو حتت، يعني ايه ده انا فركاه ما بين صوابع ايديا، بس افركه او اطحنه هو دافي علشان يتطحن معانا. فانا هحط كل الحاجات دي على بعضها، وعندي كوباية مية هحطها وهجرب، لو الخلاط مشى بكوباية المية خلاص، لو ما مشاش هحط حبة مية تاني، المهم يعني امشي الخلاط وخلاص. انا بحط الحاجات دي كلها وهضربها ايه في الخلاط وهرجع لكم تاني. والزبادي طبعا ايه، ما انساش الزبادي، عشان الزبادي بتخلي اللحم بتاع الفراخ يبقى طري وحلو. خلاص ضربت الخليط بتاعنا اهو، ما احتاجتش ميه، يعني هي الكوبايه اللي انا حطيتها بس. اجيب اي حاجه بقى احط فيها الخليط ده كله، هنجيب بقى الفراخ بتاعتنا. بصوا انا قلت لكم قبل كده كتير ما بعرفش اعمل حاجه بجوانتي، انا طبعا مصبينه ايدي وزي الفل. بجيب بقى من الخلطه دي وادخلها في كل الفراخ. انا مديها ثلاث شوق من هنا زي ما وريتكم، وكمان الورك اللي هي الحرموزه دي مديها ضربه سكينه من هنا كمان. هتبل كل الفراخ بتاعتي، هم على فكره انا اتلخبطت قلت لكم خمسه هم اربعه بس، يعني ايه هغرقها بقى في التتبيله خالص، وهرصها في الصينيه. هعملها بقى ايه كلها، وبعدين انا يعني هي الحاجات اللي هي ما بتتسلقش دي بتبقى محتاجه تتحط في التتبيله كده يعني مش اقل من اربع خمس ساعات، ولو من بالليل الصبح طبعا هيبقى افضل. فانا ايه
هحطها في التلاجة كده 4 5 ساعات، وبعد كده هغطيها طبعا، وبعد كده لما تطلع هبقى ايه، هولع، يا اما تحطيها في فرن البوتاجاز تغطيها بحاجة وتحطيها في فرن البوتاجاز على طول، يا اما تحطيها على عين البوتاجاز من فوق وتعلي العين لغاية ما ايه تغلي، واول ما تغلي توطي العين، بس طبعا لازم تتغطى. وبعد كده اول ما يعني كل كده 10 دقايق بمسكها بغرز الشوكه في اللحم بتاع الفريخ، اول ما بلاقيه استوى خلاص بروح طافيه العين واحطها في فرن البوتاجاز، ويعني اشغل بقى الشوايه، هي كده 10 دقايق تاخد لونه وخلاص. انا الورك ده قسمته عشان ايه، انا بنتي ما بت يعني مش بتقدر تاكل الورك كله، فبتاخد ايه نصه بس. بس انا بقى احطها في التلاجة، وان شاء الله بعد كده هحطها في الفرن، ولما تطلع من الفرن هنيجي ايه نشوفها سوا. كده الفراخ بتاعتي اهي، انا قلت اوريها لكم قبل ما احطها في التلاجة. كل الخلطة اللي اتفضلت، يعني طبعا انا تبلت الفراخ كويس وتفضل كتير، فكل الخلطة اللي اتفضلت حطيتها كده فوق الفراخ وتحتيها في الفراغات دي. انا حطيت 3 بس في الصينية دي ولقيتها مزنقة قوي، فالورك اللي فاضل اللي هو المقسوم حطيته في صينية تانية صغيرة. بس تبقى احطها في التلاجة تتبل كده 4 5 ساعات، ويعني برضو لو محتاجاها ومش ما عندكيش الوقت دوت ممكن ساعتين كفاية. وبعد كده بس اهم حاجة وهي على النار لازم اغطيها، وبغرز بالشوكة كده كل ربع ساعة بغرز بالشوكة، لقيتها استوت خلاص، ولو لقيت المية اللي فيها دي نشفت ولسه الفراخ لحمها ناشف بحط كده يعني نص كوباية مية بحطه من طرف الصينية، مش بحطه من فوق علشان ما ياخدش البهارات والحاجات اللي هنا وينزل، بحطه من طرف كده الصينية وبس. واول ما تستوى زي ما قلت لكم بقى بحطها في الفرن، اشغل الشواية الوش احمر، يا اما من الاول خالص بغطيها واحطها في الفرن البوتاجاز على الرف الوسطاني، بس طبعا في الفرن بتغيب اكتر من لو سويتها فوق وبعدين حمرتها. فانتوا بقى ايه زي ما انتوا عايزين اعملوا، انا بقى ايه هروح احطها في التلاجة. خلاص كده الفراخ بتاعتنا استوت، مش قادره اقول لكم ريحتها، والله ريحتها في منتهى الجمال. بصوا اللحمه بتاعتها دايبه دايبه يعني مش مستحمله الشوكه. هعمل ايه بقى، انا حاطه يعني دي واحده حته ورقه فويل احطها على اي جنب كده، وهجيب بحط انا فحمايه على النار اهي، سبتها على النار لغايه ما ولعت كده، بصوا لونها احمر، اروح حاطه نقطه زيت او حته سمنه صغيره اي حاجه، المهم يعني اي حاجه تعمل دخان اروح كاتماها. لو عندي كمان حاجه هشوف اي حاجه كمان كده اقفلها بيها من الجناب، وهسيبها حوالي ايه نص ساعه عشان ريحه الدخان دي تدخل بقى كده جوه في اللحم وتدينا ايه طعم والريحه بتاعت الشوي. وبس هخلصها، وبعد كده ايه هشيل الفويله اهم حاجه تكون حته فويل او طبق معدن، يعني ما ينفعش احط طبق ازاز صغير او طبق بلاستيك هتسيح مننا على طول. خلاص كده الدخان بتاعنا بطل والفراخ تقريبا بقت دافيه. خلاص انا غطيت وابجي لان دي لقيتها يعني كتمت دخان اكتر من غطا الحله، هشيل بقى ايه الفويله بتاعتي. وخلاص كده الفراخ المشويه بتاعتنا خلصت ان شاء الله، جربوها بالطريقه دي هتعجبكم جدا، هي طريه جدا خالص، واللحمه بتاعتها مش يعني بالشوكه مش بتستحمل. بس يا ريت بقى الوصفه بتاعتي لو عجبتكم تعملوا لها لايك وشير، وتشتركوا في القناه لو اول مره تشوفوا قناتي، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، ومع الف سلامه.